الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. ترددت كثيرا قبل أن أقول هذا الحديث للثواب العظيم الموجود في هذا الحديث. ربما يحدث لبعض الناس نوع من الخبل من الثواب العظيم الذي موجود في الحديث، لذلك ترددت كثيرا قبل أن أقول هذا الحديث، لكن سنقوله على سبيل الإخبار والإعلام، لا على سبيل اليقين. ولكن الحديث موجود في كتب السنة المعتمدة، وله شواهد. إن كان صحيحا أخذنا الثواب، إن لم يكن صحيحا 100% سنحصل ثوابا عظيما أيضا. روى الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان، والإمام جلال الدين السيوطي في كتابه الدور المأثور، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين فقرأ قل هو الله أحد 30 مرة بنى الله له 1000 قصر من الذهب، بنى الله له 1000 قصر من 1000 قصر من الذهب، ومن قرأها خارج الصلاة بنى الله له 100 قصر، ومن قرأها في صلاة كان أفضل من ذلك. من صلى ركعتين فقرأ فيهما قل هو الله أحد 30 مرة بنى الله له 1000 قصر، 1000 قصر من الذهب، ومن قرأها في صلاة، وكان من قرأها خارج الصلاة بنى الله له 100 قصر، ومن قرأها في صلاة كان أفضل من ذلك، ومن قرأها حين يدخل بيته أصاب منها أهله وجيرانه خيرا. طبعا الإمام السيوطي والإمام البيهقي من كبار علماء الحديث من السلف الصالح، ولو كانوا يعلمون أن الحديث مكذوبا ولو كانوا يعلمون أن الحديث مكذوب ما قالوه أبدا. فهم يقولون الحديث على سبيل الإخبار وعلى سبيل الترجيح أنه يكون صحيح. فطبعا أنا كنت قلت لحضراتكم قبل كده اللي بيق... ان عشان تكتب من المقنطرين، لو انت يعني على الاقل قوي تقرا 500 ايه في الليل، لان يعني في روايه ب 300 ايه، في روايه ب 500 ايه، وهناك روايه ب 1000 ايه، دي هي دي اصح الروايات. فقلنا احنا بناخد بالوسط، ولو احنا قريت قرانا 500 ايه في الليله بنقرا. طبعا في احاديث كتيره غير الحديث دوت، بس انا حبيت اقول الحديث ده لثوابه العظيم. يعني في احاديث اللي بيقرا قل هو الله احد 50 مرة في كل ركعه، في احاديث اللي بيقرا قل هو الله احد 100 مرة بعد الصلاه، بعد رواه الامام الدارمي ايضا فيه ضعف، اللي بيقرا قل هو الله احد 100 مرة بعد صلاه الصبح، بس يواظب على كده، يرفع له في هذا اليوم 50 عمل 50 صديقا. يعني اليوم اللي انت بتقرا فيه ان صح الخبر او ان صح الحديث، هذا الحديث رواه الامام الدارمي، فإن صح الحديث بيرفع عليك عمل 50 صديق في هذا اليوم، مش في كل الأيام. لكن لو وظبت عليه كل يوم، يبقى كل يوم هيترفع لك عمل 50 صديق إن صح الخبر. فأنا كنت قلت لحضراتكم قبل ذلك إن الإنسان عشان يكتب بين المقنطرين في رواية أصح الروايات ب 1000 آية، وفي رواية إنك تقرأ 500 آية، وفي رواية إنك تقرأ 300 آية. قلنا عشان نقرأ 500 آية هنقرأ سورة الإخلاص 100 مرة في الصلاة. في الصلاة. ف100 مرة في 4 آيات، سورة الإخلاص 4 آيات، يبقى 400 آية. مع إنك تقرأ في مع أو 120 مرة. تقرأ سورة الإخلاص 120 مرة يبقى 480 آية، وتقرأ سورة الفاتحة يبقى أنت كده قرأت 500 آية. قلت لكم إن القنطار عشان تكتب من المقنطرين، القنطار 1200 أوقية. الأوقية خير مما طلعت عليه الشمس وخير مما بين السماء والأرض، العلماء قالوا كأنك تصدقت الكرة الأرضية كلها. يضرب الكرة الأرضية كلها كمساحة في 1200، يبقى معنى كده إنك أنت ربنا يديك في الجنة ما يساحي ويساوي مساحة الكرة الأرضية كلها 1200 مرة. مساحة الكرة الأرضية كلها نصف مليار و66 مليون كيلومتر مربع، اضرب الكلام ده في 1200 يعني حوالي 600 مليار كيلومتر مربع. وتكتب من المقنطرين ده لو أنت قريتها 100 مرة في الصلاة. طبعا حديث سيدنا معاذ بن جبل، سألت رسول الله عن القنطار
فقال لي القنطار 1200 الأخير خير مما تعلمت عشر، حديث صحيح. وكنت قلت لكم قبل كده من قرأ قل هو الله أحد على طهارة، برضو الإمام الحديث ده ذكره الإمام السيوطي في دور المنصور، وذكره ابن ماجه أيضا في رواية تانية، من قرأ قل هو الله أحد على طهارة كطهارة الصلاة بعد أن يقرأ الفاتحة بنى الله له 100 قصر، وكأنما ختم القرآن 33 مرة، وكتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. فطب الاختلاف في الروايات والاختلاف في الثواب، لأن الإخلاص بيختلف من واحد لواحد، الإخلاص بيختلف من واحد لواحد. وما في رواية صححها الإمام الألباني إن من قرأ قل هو الله حتى يختمها، بس هنا مش في الصلاة، بنى الله له بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين، ومن قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور. فقلنا نكسر، إذا نكسر رسول الله قال الله أكثر وأطيب. الحديث له رواية عن سيدنا أبو بكر، له رواية عن سيدنا عمر بن الخطاب، وفي رواية تانية الحديث مرسل عن سيدنا سعيد بن المسيب، وتقبله جمهور العلماء بالقبول، لأن مراسيل سيدنا سعيد بن المسيب لأن هو إمام التابعين ومن أولاد الصحابة بيتقبلها العلماء باعتباره بيصححوها. ده خارج الصلاة، ده خارج الصلاة. يبقى نعمل إيه؟ نقرأ قل هو الله أحد كل يوم 500 مرة، 700 مرة، 1000 مرة. حاول تقرأها على الأقل 100 مرة بعد كل صلاة. عشان نصح الحديث اللي رواه الإمام الدايلمي يرفع لك عمل صديقين كل يوم. حاول تكسر منها في صلاة في قيام الليل. مش قادر تقلاها تقراها 100 مرة عشان تكتب من المقنطرين، اقراها 50 مرة، اقراها 30 مرة عشان يبلى لك قصور من الذهب. انصح الحديث. نرجو أن يكون صحيحا. طب ليه أنا بقول لكم الأحاديث ديت؟ بقول لكم الأحاديث ديت عشان احتساب الأجر. لما أنا أحتسب إن ربنا يبني لي 1000 قصر غير لما ربنا أحتسب إن أنا أبني لي 100 قصر. لأن من عمل عملا يحتسب أجره عند الله فهو حسبة عند الله، حديث صحيح عن سيدنا عمر بن الخطاب. فلما تحتسب إن ربنا يبني لك 1000 قصر ثوابك يكون أعظم ويكون على يقين. والله إن صح الخبر بإذن الله أصبنا الثواب. كان في شيء من الخطأ لم نخسر شيئا، سنحصل ثوابا عظيما، لكن الخسارة كل الخسارة أن تترك الحديث لأن فيه ضعف، ويكون الثواب صحيحا والكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخسر هذا الثواب العظيم وتندم يوم القيامة. وغيرك لأنه عنده إخلاص وعنده عزيمة وهمة على العمل الصالح عمله محتسبا مخلصا النية محتسبا الأجر لعله يصيب الثواب، يوم ربنا يديله الثواب. فالحديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ويعمل به في الأحكام الفقهية. كثير جدا من الأحكام الفقهية في الحلال والحرام مبنية على أحاديث ضعيفة، الباب نفسه مبقاش فيه الا حديث ضعيف، ما عنديش حديث صحيح، فالعلماء بيضطروا بيقدموا الحديث الضعيف على الاجتهاد وعلى مصالح على مصادر التشريع كالاجتهاد والمصالح المرسلة وغيرها من مصادر التشريع. فاحنا بنتكلم في فضائل الاعمال. والحديث هذه الحديث رواها اكثر من عالم العلماء السلف الصالح، يعني الامام جلال الدين السيوطي من كبار علماء السلف الصالح، والامام البيهقي وفي كتب شعب ويعلم، يعني وهذان الشيخان يعلمان أن سيأتي من بعدهما ملايين من الناس ستقرأ هذه الكتب. عشان بعض الناس بتقول لي أنت بتقول حديث ضعيف، سبحان الله. طب هو يعني الشيوخ دي كاتبين الحديث دي في كتب، والناس بتقرأ الكتب دي، الناس بتقراها، يعني هم كاتبين الحديث دي ليه؟ حاطين السبب بتاعها ليه؟ مش عشان الناس تقراها وتعمل بيها؟ لو هو عارفين الحديث دي مكذوبة كان قال الحديث ده مكذوب. فاللي يحب يعمل بهذه الاحاديث يعمل ويكسر من قراءة سورة الإخلاص بعد الصلاة على وضوء بعد قراءة الفاتحة، وأيضا في داخل الصلاة سواء كانت صلاة نافلة، طبعا في بتكلم على صلاة النافلة، في صلاة الفرض عايز تقراها تقراها بس تنوع في القرآن، ما ينفعش إن أنا أقرأ سورة الإخلاص وأترك بقية القرآن. أما في النافلة يجوز لك أن تكسر من قراءة سورة الإخلاص، ولو أنت حافظ في القرآن لك ورد اقرا جزء من الورد اللي انت حافظه كمراجعه، بعد كده اقسم قراءه صوت الخاص عشان تكتب من المقنطرين، او على الاقل تكتب من القانتين. في حديث صححه الامام الالباني من قام بألف قام في ليله بألف ايه كتب لها قنوت ليله، 1000 ايه، يبقى انت لو قرات صوت الاخلاص 30 مره 4 في 30 120 مره. ولو صح الحديث اقل شيء خالص هيبقى لك
ثلاث أصول، أو يبقى نالك 30 قصر، لأن الثواب في الصلاة يضاعف 10 أو 100 ضعف. أو إن صح الحديث اللي رواه الإمام السيوطي والإمام بتاع، يبنى لك 1000 قصر من الذهب. إذا نحن وراء الثواب، نحن وراء الثواب، نحن نبتغي الثواب. ده مش كده وبس. طبعا انا اتكلمت عن يعني عن المناقب العظيمه اللي اقسام القراءه سوره الاخلاص كل يوم، يعني كثير كثيرا في اكثر من دروس. في مناقب كانت اخرى كثيره جدا، تشيعك الملائكه بالالاف عند موتك. يعني يكفي اقول لكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث ده له 5 طرق. لذلك ابن كثير قال هذه الطرق تشد بعضها بعضا وتقوي بعضها بعضا. مات معاوية بن معاوية الليثي في المدينة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مريضا وغرق في غزوة تبوك، غزوة العسرة. فجاءه جبريل وقال له: يا رسول الله، مات معاوية في المدينة، أتصلي عليه؟ قال: إيه والله يا جبريل. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مالي يا جبريل، أرى الشمس لها شعاع وضياء ليس ككل يوم. قال له: إن الله أنزل 70,000 ملكا ليصلوا على معاوية. فقال له: بما ذاك يا جبريل؟ قال له: انه كان يكثر من قراءة سورة الإخلاص أو قل هو الله أحد قائما وقاعدا وجالسا وماشيا ونائما على كل حال. فضرب جبريل الأرض بجناحيه فتضعضعت، فما بقي من حجر ولا شجر ولا وبر إلا وتضعضع. وبرز فراش معاوية بن معاوية الليثي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وراءه الصحابة في صف، وفي رواية أخرى صفان، ثم ووراءهم، وفي رواية من الروايات 500,000 ملك. يبقى إذن طبعا يعني يبقى إذن في رواية أنك لو عندما تقرأه عند دخول بيتك تنفي الفقر عن بيتك والجيران. في روايات أنك لو قرأتها بعد 100 مرة بعد صلاة الصبح تغفر لك 100 كبيرة. روايات لا تحصى. اللي يحب يرجع بقى لكل طبعا، واللي يتسع وقته لقول هذه كل هذه الروايات. فلو أنت بحثت في كتاب الدر المنصور للإمام السيوطي هتجده يعني مجمع أعظم وأكثر الأحاديث ديت، هو الإمام الطبراني والإمام البيهقي، هتلاقي مجمع كل الأحاديث ديت. فأنا إن شاء الله هكتب لحضراتكم الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو تحت الألوان. انسخوا هذا الكلام وانشروه، وانشروا هذا العلم بثواب عظيم، لعل علما فإنه أجر من عمل به يوم القيامة. لا ينقص ذلك مجرم شيء. تنشوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وساعدونا على نشر الصوت.